شتي هادشي اللي كيديروا. قلتي حرب شنو قررتي ديري قناه بوحدك؟ قررت ان شاء الله باذن الله من هذا المنبر من هذا المنبر قررت صحابي محمد غندير القناه ديالي بوحدي على اساس غن كما كيعرفوني الناس وشي بحال هذوك اللي دايرين ديال التبريج الاخرين الله يهديهم انا سابع دايرين هما متبعين الموجه الاخرين دايرين هذاك الشيء ديال الدراري الصغار وشي بغى يركب على شي يطلع الموجه على شي متبعين هذاك الشيء كله والله نقول لكم هذاك الشيء كله راه كلهم متفقين بيناتهم وكلهم عارفين اش كيديروا راه ماشي بالعاني هذاك بصح كيبغي هذيك ولا هذيك ولا هذاك تخسر الهضره في حداتو الناس كيبغيو يشوها اصلا في حداتو تخسر الهضره متفقين كاملين بيناتهم كاملين وانا اقسم لك بالله حلفت على ندى قلت لها اخر انذار عندها من ابتداء من البارح قلت لها نهار نشوفك طلعتي في شي لايف ولا درتي شي حاجه قلت لها اقسم لك يمينا اني تنشد الحاله المدنيه نقطعها والله الا بصح نحيدك من الحاله المدنيه وهي كتسمع فيا النيت اقسم لك بالله العظيم تنقولها قدام العالم تنقول ندى الا مشيتي طلعتي في شي لايف ودرتي شي تخسر الهضره مع شي حد وهذه لحقاش راه عندك عائله عندك والدين عندك خوتك عندك عمامك خوالاتك وكل شيء هي مع بقى طايشه وطايشين كاملين نقولوا هي عندها 20 عام واللي عندهم 30 عام و36 عام و40 عام وكاين اللي عنده حتى 45 عام اكثر ايوا راسو كاين اللي راه بنادم هما متبعين غير الموجه ومتبعين هما متبعين غير هذاك باش طلع لهم القناه ولا القناه ما تطيحش هكاك شوفوا راه في واحد في الصحافه في هذيك شفتي بيها راه قلت لها قلت لها شوفي راه شتي هذاك الشيء كله كانوا قاريينو قبل ما يديروه ليكم كانوا راه سيمانه هما كيهضروا عليه غنديروا لهادي وغنديروا لهذا وغنمشيو عند فلان الكازا وغنرجعوا وغنمشي لاكادير وغنتلاقى مع فلان هذاك الشيء كله خطط في خطط ولكن ندى الناس تيصحابو بصح هذاك الشيء غير كذوب تا واحد خينا تا واحد خينا طلع قال لهم بقرا حلابه ولا ما نعرف سميتو انا هذا كل شيء غير كذوب كلهم عندهم القناه وكلهم كيتقولوا لنا اختي راه غنديروا باش نطلعوا القناه ديالنا والناس تابعين غير الشوها وتابعين هذاك الشيء ونادى مع بقى صغيره في عقلها صراحه بقى نادى صغيره في عقلها وكلهم متفقين كيديروا وتتكون هاني ما خاصك تا خير وناشط مع راسك